أكد لاعب برشلونة الدولي الفرنسي لودفيك فابريغاس أنه وبقية الفريق تعاملوا مع مباراتهم أمام مينيستروس المكسيكي بكل جدية وشارك الجميع في المباراة. وقال فابريغاس في تصريح إذاعي: نعلم بأن مستوى كرة اليد في المكسيك ليس متطورا بالشكل الكافي، والنتيجة التي تحققت أمامنا بفارق بعيد تغني عن أي تعليق. أمل أن فريق مينيستروس استفاد من المواجهة، سيطرنا على المباراة وسيطرة مطلقة وكنا في طريق مفتوح أمام الفريق المكسيكي، والإيجابية أن كل اللاعبين شاركوا في هذا اللقاء. وحول رأيه في لقاء اليوم أمام الترجي قال: تنتظرنا مباراة صعبة أمام الترجي الذي قدم أداء قويا خلال الفترة الأخيرة، خصوصا أمام الزمالك وأمام عدة فرق إفريقية. وتابع: الترجي فريق ممتاز يعتمد على الاندفاع البدني ويلعب جيدا، وشاهدناه في مواجهة نادي مينيستروس المكسيكي، وهدفنا الأول هو المرور لنصف النهائي ثم سنتعرف لاحقا على منافسنا. وفي تمام الساعة 12:30 في مباراة ستكون منقولة عبر القناة الوطنية، مواجهة بين الترجي وبرشلونة مرتقبة. وحيث عبر عبد الحق بن صالح لاعب الترجي عن السعادة الكبيرة بدخول مونديال كرة اليد في السعودية بقوة وتحقيق انتصار عريض على حساب مينيستروس المكسيكي. وقال: للترجي بلوس الفريق المكسيكي كان مستواه متواضعا وليس له تقاليد في كرة اليد. وأضاف: سيطرنا على المباراة سيطرة مطلقة والنتيجة وحدها تغني عن أي تعليق. وحول مباراة اليوم ضد برشلونة التي ستكون رهاننا كبير باعتبار أن المنتصر هو الذي سيتأهل للدور نصف النهائي، سنواجه فريقا عملاقا وهو بطل العالم له مستوى عالي، ورغم ذلك سنحاول اللعب دون ضغوطات ونقدم الوجه الحقيقي للترجي. أما أسامة البغاني والذي نال جائزة أفضل لاعب في مباراة الترجي ومينيستروس قال: حضرنا إلى المونديال بعد شهر من المشاركة المكثفة، حيث خضنا الكأس العربية والبطولة الإفريقية، كما شاركنا في معسكر مع منتخب تونس وخضنا وديتين ضد منتخب قطر. وأوضح: النصر كان كبيرا وطبيعي أن ينتابنا بعض الإرهاق، ولكن رغم ذلك نجحنا اليوم في تحقيق فوز عريض. واستمر: اعتمدنا على اللعب المباشر لتفادي الالتحام والإصابات، وخرجنا بفارق كبير يجعلنا ندخل مباراة اليوم أمام برشلونة بمعنويات مرتفعة. وختم البغانمي: سنعطي أمام برشلونة كل ما يقال، ليس لدينا ما نخسره، سنحاول اللعب على حقيقة إمكانياتنا وسنشرف كرة اليد التونسية والعربية والإفريقية. على دراما تربينا.